هلا بعد الصلاة سمعت من أحبائنا مدام سنحان قالت لي عاملين معرض كتاب وأيقونة، وقلت مناسبة نحكي عن المطالعة وأهمية المطالعة. بيقولوا في التصنيف العالمي بيصنفوا العالم عالمنا نحن الشرق الأوسط العالم الثالث شرق متخلف بدوننا، ما بس نعم في بون مسافة حضارية تكنولوجية بس نعم حتى في مسافة فكرية، انه بيقولوا انسان الشرق الاوسط بلادنا لا يقرؤون، وهذا صحيح. والملفت للنظر اي واحد بيزور الغرب بيلفت له نظره حتى الشحات على الطريق فات كتاب عم بيقرا، حتى المستعطف وحتى المتقاعد وراتبه بسيط جدا بيقسم راتبه حسب فهمنا انه لثلاث اقسام، قسم لياكل ويشرب ويعيش ضروريات الحياه، وقسم ليترفه ويسوق ويطلع على العالم اذا بيقدر، وقسم لينزل فكره ونفسه والمطالعه. فبيشيل اجباري مبلغ مهما كان هو محتاج للشراء. شو بدنا بالعالم؟ نوم نعرف شو اهميه المطالعه. قراءه. وهلا في كتب الكترونيه. في نبع، طول ما في نبع مع اول واحد يقلل عقله ويروح على الساقيه ليشرب، ما النبع جنب النبع. النبع هو الكتاب دوما. وكل المصادر الأخرى المأخوذة عن الكتب الموجودة على الموقع والأخبار والجرائد والمجلات وإلى آخره هي سواق للثقافة. فالنبع دائما هو الكتابة. فكويس الإنسان إذا بده يرمي نفسه ويثقف نفسه، ما في ثقافة عنده كتاب. والمطالعة ثلاث أنواع. آبائنا بالكنيسة صنفوا مطالعات لثلاث أنواع. مطالعة ضارة ما مفيدة، ومطالعة مفيدة، وفي نوع من المطالعة هي ضرورية من بلاها الإنسان يبقى في نقص. المطالعة ما مفيدة هي كل شيء ما بيهمه للإنسان وما لنا شغلته، يعني وقت نشتري مجلات أو صحف أو نتابع برامج وأخبار أو بعض الكتب اللي بتحكي عن شو بياكلوا هالفلان وهالنجم الفلاني شو بيلبس وهالنجمة الفلانية وين كانت وشو عملوا امبارح وتعشوا مين كان موجود ومين كان وين حكى لك ومن إلى آخره. أخبار أخبار مضرة فارغة فاضية، لا بتزيد ولا بتنقص، لا بتنقص ما بتضيع لي وقتي. في كتب متعبة وفي كتب مفيدة، كتب العلمية، كتب الثقافية، كتب الأدبية، الروايات الحلوة اللي بتهذب النفس. ولكن أيضا هي قسمين، قسم مفروض علينا مثل كتب الدراسة ومناهج الدراسة والمناهج الحزبية والمناهج إلى آخره، الواحد أحيانا وقت بيطلع عليها بيضحك بيضحك، ولكن بيبني نفسه. وفي منها الكتب الثقافية المفيدة اللي هي خاصة أصحاب الاختصاص أو اللي طلع الأدب العالمي والفنون العالمية وإلى آخره. نواقص نطلع فيها على البشر، على المدنية. ما في مدنية من دون كتاب. ولهيك كان دائما الاستعمار أو أي مجرم أول شغلة بيعمل بوقف القلم والكتابة. والتاريخ أول شغلة عمل الزمان كان يقرأ المكتبات. وبالتالي ليسكر ليقفل أدمغت الشعوب. ففي عملية يا أحبائي مثل ما قلنا مطالعة ضارة وفي مطالعة مفيدة. أما المطالعة الضرورية هي بتغير، هي حتى وقت واحد تعبان إذا قري فيها يرتفع بيزيد تعبه مثل المطالعات العلمية والثقافية. ما هو بيوصل لمرحلة ولا هذا بيستوعب، بالعكس يرتاح
وكان قاعد مع جليس كنيس من هذه المطالعة الروحية، هي كلمة الله والكتب الأبدية. هيا الكنيسة بالمطالعة يا أحبائي، قديش بدنا نخسر من قبل ما كان فيه، حتى أنا جيت بين إيدي العالم، فمعذور إذا واحد جاهل ما بيعرف شيء، ما بيعرف شيء بإيمانه. بس هلا ما في عذر، الأناجيل أرخص من أي كتاب، بل في حال اشترى، ومعظم الوقت عم يوزع مجانا على الكتاب المقدس، وكل الكتب الكنسية عم تلاقي دعم، يعني هي أرخص من أي كتاب آخر. وبالتالي جهلي الروحي ما بقبله مبرر يا أحبائي. المهم إنه نطلع، ربنا بيدعونا، الكتاب المقدس مليء، وعم يقول صوت الرب ألم إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل ولا تريدون المعرفة؟ إلى متى؟ يعني بمعنى لأيما ما حدا بيفتح الإنجيل، من شان شو؟ لأيما بالبيوت في شيء كثير وفي سيديات كثير وديفيديات كثير، إلا الكتاب المقدس، إلا كتاب روحي، إلا كتاب نجيل الديس. هيدول اللي بيريحونا يا أحبائي، ولهيك المطالعة ضرورية. الفرق بين الإنسان البيئة اللي هو بيطالع الذي ينهل من الندم، فرق وقت بتكون سمعت بالخبر، سمعت على شاشة التلفزيون، قريت على صفحة معينة على فيسبوك، على صفحة على الإنترنت، نعم كل هاي وسائل ممكن الواحد يطلع فيها، بس شو عرفنا إنه هيدي المقتطفات صحيحة؟ من نرجع للموظف، شو هي الموظف؟ الكتب المجلدة. ولهيك يا أحبائي، نعم، واللي ما معه يدفع، في مكتبات عم تعطي مجانا بس اقروا. المكتبة أنا بأسف إنه مكتبة الحركة التعليم الديني، سبت الأخبار عليها هيك، ولا شاب ولا صبية ولا كبير ولا رجل ولا مرأة، مرق مرة وقال عيوني كتاب يا جماعة ما معي أنا أدفع. بس بالاستعين، الباب مفتوح لجميع المطالعة يا أحبائي. ولهيك مهم نلحق نطلع، ما نكون جهلة بحقيقتنا بثقافاتنا. العالم بتعرف عننا أكثر من نحن نعرف عن ذاتنا، هيدا شيء مخجل. ولهيك في عالم متمدن وعالم غير متمدن. مش هيك يا أحبائي، المطالعة بتغذي الفكر، بتغذي النفس، والمطالعة الروحية تغذي الروح وتجعل من الإنسان إنسانا حكيما، والإنسان الحكيم مثل ما تقول الكتاب أغنى من الذهب والفضة. ما في كنز في الدنيا بيساوي الحكمة عندما يبتلي الإنسان بمعرفة وفطنة.